بكم مشاهدينا إلى ملفات الخامسة من العربية، والبداية بأبرز العناوين. الصين ترد على زيارة بلوسي بمناورات عسكرية وتحظر منتجات تايوانية، وتايبي تتحدث عن تأثر للخطوط الجوية. ألمانيا تؤكد جاهزية توربين الغاز لتسليمه إلى روسيا وتدعو لخفض الاستهلاك لعدم وضوح الموقف الروسي. اكتمال تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، وزيلنسكي يعتبر أن خروج الشحنة لا يساعد اقتصاد بلاده. والإطار التنسيقي يفوض هادي العامري للتباحث مع الصدر، والكاظمي وصالح يؤكدان على أهمية وضع خريطة طريق. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي تايوان بعد زيارة استغرقت يومين وتسببت في زيادة التوترات مع الصين، التي أعلنت عن إجراء مناورات عسكرية ضخمة حول جزيرة تايوان، مناورات دفعت بالسلطات التايوانية بالبحث عن مسارات بديلة، مشيرة إلى أن 18 خطا جويا ستتأثر بالمناورات العسكرية الصينية، هذا فضلا عن قيام الصين بحظر الواردات من أكثر من 2000 شركة مواد غذائية تايوانية. وزير الخارجية الصيني وينغ يي قال إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايوان انتهكت سيادة الصين، وأضاف يي أن استقبال رئيسة تايوان لبلوسي يعد تخلي عن مبدأ العدالة، متعهدا بمعاقبة من يسيئون إلى بكين. هذه مهزلة، الولايات المتحدة تنتهك سيادة الصين تحت ستار ما يسمى بالديمقراطية. التايوانية تساي إنغ وين تتشبث بالولايات المتحدة وتدير ظهرها للعدالة الوطنية. هذه السلوكيات لن تغير الإجماع الدولي لصين واحدة، ولن تغير الاتجاه التاريخي بأن تايوان ستعود حتما إلى الوطن الأم. السلطات التايوانية أعلنت أيضا عن تعرض المواقع الإلكترونية الحكومية لهجمات سبرانية أكثر من 23 مرة من المعتاد، وعلى إثر ذلك أعلنت وزارة النقل التايوانية رفع مستوى الإجراءات الأمنية في محطات القطارات والموانئ، كما أكدت الوزارة أن هناك مباحثات مع اليابان والفلبين لتأمين استمرار الرحلات المدنية. وينضم إلينا من بكين الكاتب الصحفي الصيني نادر رونغ. مرحبا بك سيد نادر. ربما التساؤل الآن حول الهدف من التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين اليوم. البعض كان يعتقد أن مسألة المواجهة العسكرية خيار مستبعد، ولكن ما دلالة هذه التدريبات؟ مرحبا بكم. هذه التدريبات العسكرية هي يعني تعهدات الجيش التحرير الشعبي الصيني يعني للدفاع عن سيادة الدولة ولإظهار قدراتها على يعني حفاظ على سيادة الدولة وكرامة الأمة. فهذه وكذلك هذه التدريبات العسكرية يمكن أن يكون التدريبات المقدمة في حال حدوث أي يعني إعلان انفصال لتوحيد يعني كامل للبلاد.
فيعني هذه التدريبات يمكن أن نرى يعني تجاوزت حدود يعني المناورات السابقة، لأن يعني أمام التحديد أمام الاستفزازات نانسي بيلوسي وزيارته وتجاهلها السابر لتحذيرات الحكومة الصينية، فهذه التدريبات العسكرية هي إظهار قدرة الجيش التحريري الشعبي الصيني على الدفاع عن سيادة نعم، الدولة وقدراتها على التوحيد. هل هي مقدمة لعمل ما كبير قد يتعلق بضم الجزيرة عسكريا؟ هنا يعني لا نستبعد هذا الاحتمال، ولكن يعني من أجل يمكن أن نرى من أجل الحفاظ على الاستقرار وكذلك تجنب خسائر المواطنين في تايوان، لم تقوم الصين بمثل إسقاط طائراتها أو بالهجوم عليها، ولكن هذا لا تعني أنها في المستقبل يعني تعمل ما تشاء يعني رغم يعني وجود التحذيرات الصينية، فهذه يعني العملية العسكرية كذلك هي من أجل أيضا تحذير ومن أجل الدفاع عن مصداقية الكلام للجيش للصين والجيش التحرير الشعبي الصيني. فيمكن أن نرى هناك 6 مناطق التدريبات العسكرية، وهذه 6 مناطق يعني تشكل طوقا للجزيرة تايوان وشبه ولكن المحاصرة حدود الرد للجزيرة. الصيني، هل هكذا نفهم أن هذا هو سقف الرد الصيني على هذه الزيارة لبلوسي، أم أنها ستكون مقدمة ربما في الأيام القادمة لردود فعل صينية أكثر عنفاً؟ لا أظن أنها هي أن هذه هي السقف، فكما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية فإن التأثيرات إجراءات صينية يعني تأثيراتها سيشعر بها الانفصاليون في تايوان كذلك نانسي بيلوسي نفسها يعني مع مرور الوقت وبشكل مستمر، فلذلك لا أعتقد هذا هو يعني سقف الإجراءات المضادة، فربما ستكون بداية أو الدافع لإسراع نعم، لعملية التوحيد للبلاد. السيد نادر رونج الكاتب الصحفي الصيني من بكين، تحياتي. التوتر الصيني الأمريكي كان بدأ منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش الصيني، إلى جانب الحرب التجارية بين البلدين وتعزيز تايوان والصين المتزايد لوضعهما العسكري في بحر الصين الجنوبي. الولايات المتحدة كانت أرسلت في أكتوبر الماضي سفينتين حربيتين عبر مضيق تايوان في ثاني عملية من نوعها العام الماضي، وقد تدهورت العلاقات بين الصين وتايوان أكثر منذ تسلم تساي إنج وين رئاسة تايوان في عام 2016 لانتمائها للحزب الديمقراطي التقدمي الذي يميل للاستقلال. وكثفت بكين العام الماضي من الضغوطات العسكرية والدبلوماسية ونفذت تدريبات جوية وبحرية حول الجزيرة، وكان الرئيس الصيني صرح بأن الصين وتايوان يمثلان جزءا من العائلة الصينية، وأن مطالب استقلال تايوان كانت تيارا معاكسا للتاريخ لا مستقبل أمامه على حد قوله. Thank you.
ولرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي تاريخ في استفزاز الصين، أعادت وذكرت به بنشرها تغريدة ومقطع فيديو لها عند زيارتها ساحة تيانان مين قبل 28 عاما، ورفعها شعار لتحية الطلاب الذين دافعوا عن كرامتهم وحقوقهم في وجه الحكومة الصينية. بلوسي كانت وقتها نائبة عن ولاية كاليفورنيا في الكونغرس الأمريكي، وكانت برفقة عضوين آخرين في الكونغرس عندما زاروا الساحة التي سحقت فيها قوات الحزب الشيوعي المتظاهرين بدباباتهم، وقد ذهبوا إلى هناك دون إذن من الصين ورفعوا لافتة كتب عليها لأولئك الذين ماتوا من أجل الديمقراطية في الصين، وهو ما أثار غضب الخارجية الصينية ورجال الشرطة في الميدان الشهير. Three U.S. Congress members, part of a human rights delegation, said they couldn't leave China without visiting Tiananmen Square to pay their respects to pro-democracy activists slain there 2 years ago. We've been told for 2 days now that there's freedom of speech in China. The lawmakers unfurled a small hand-painted memorial banner. There is a memory which still burns bright, and it is a cause which will never die. As they laid three white flowers at the foot of the Monument to Martyrs, Beijing police moved in. They ordered the Congress members to stop the ceremony and ordered press members to put down their cameras. Police pulled the three U.S. lawmakers aside for questioning. And roughed up and detained seven television journalists. The U.S. lawmakers leave Beijing tomorrow. Bill Whitaker, CBS News. وينضم إلينا من واشنطن مراسل عربية بيير غانم. مرحبا بك بيير. كيف تدور ردود الفعل في الأوساط الأمريكية على هذه الزيارة؟ تابعنا بشكل واضح اعتبار هذه الزيارة تمثل رئيسة مجلس النواب، ولكن البعض يقول أن البيت الأبيض والمؤسسات الحكومية تتعامل حتى اللحظة وفقا لمبدأ صين واحدة لتجنب اشتعال أي صراع جديد مع الصين. كيف تبدو الصورة لديك؟ الولايات المتحدة بكل فروع الحكم، أي الكونغرس والإدارة الأمريكية، تتمسك بسياسة الصين الواحدة، ولكن تتمسك في الوقت ذاته بالاتفاق الذي يقول أن تايوان لها الحق في الحكم الذاتي ولها أيضا حق تقرير المصير. والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما شددت عليه بيلوسي وما شدد عليه البيت الأبيض من قبل، على أنهم يعترضون على سياسة بكين بمحاولة ضم تايوان عنوة. أعتقد أن أهم الجديد بالنسبة للأمريكيين في هذه اللحظات هو أنهم مرتاحون لأن زيارة بيلوسي تمت، وتركت بيلوسي تايوان بدون أي مشكلة أمنية، خصوصا أي تهديد لطائرتها العسكرية التي استعملت هذا الوصول إلى تايبي وخرجت منها. الجديد والمهم الآن في الكونغرس الأمريكي هو أنهم يضعون مشروع قانون جديد يعطي تايوان حوالي 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية، ومن ضمن هذا القانون الذي يرعاه جمهوريون وديمقراطيون سوف يطالبون أيضا بمنع الصين من ضم تايوان وفرض عقوبات كبيرة على الصين لو حاولت أن تقوم بذلك عنوة. طيب، هناك بعض الروايات التي تتحدث في الإعلام الغربي عن أن بيلوسي قامت بهذه الزيارة قبيل انتخابات مرتقبة للكونغرس، وأن ربما هذا نوع من الدعاية الانتخابية، خاصة وأن البعض يعتقد أنها لن تجلس من جديد على موقع أو مكانة رئيسة مجلس النواب الأمريكي. أعتقد أن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات تشعر أن الصين تمارس سياسة توسعية وتريد أن تضم تايوان وأن تفعل بتايوان ما فعلته بهونغ كونغ. الصين تمارس أيضا سياسة توسعية تجاه الدول المنتشرة في جوارها وفي منطقة المحيط الهادئ.
الرئيس الأمريكي والكونغرس الأمريكي يؤيد بشكل كبير تنظيم الكواد أو الرباعية في منطقة البحر الهادئ والمشكل من أستراليا واليابان والهند والولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية مصرة أيضا على إعادة مد الخطوط التجارية والاقتصادية والأمنية أيضا مع دول هذه المنطقة. المسألة تتعلق بعقلية الصين التوسعية وليس لها علاقة أبدا بالسياسة الداخلية الأمريكية. هل هناك أصوات في الداخل الأمريكي تتحدث عن أن ثمة عواقب وخيمة ممكن أن تكون لهذه الزيارة من الناحية الاقتصادية والتجارية، خاصة وأنها مهمة كما شرحت أنت الآن؟ الأمريكيون بجناحيهم الجمهوري والديمقراطي متمسكون بأن ما فعلته بيلوسي هو الأمر الصائب. أمس وزع أكثر من 30 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي بيانا، وهم جميعا جمهوريون، بيانا يدعمون فيه زيارة بيلوسي. هم يفهمون أن الصين ربما تلوح باستعمال القوة، تحاول أن تمارس سياسات ترهيبية على تايوان أو على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الأمريكيين يشعرون أيضا أنهم يفهمون الخطر الصيني وهم مستعدون لمواجهة هذا الخطر. وهذا الخطر ليس فقط عسكري، إنه تجاري واقتصادي، والصينيون منذ سنوات كشفوا في الولايات المتحدة الأمريكية على أنهم يمارسون أمرين خطيرين، الأول هو التجسس الصناعي وأيضا السرقة التجارية، وهذا الأمر لا يقبله الأمريكيون، ويشعرون أنهم يخسرون مليارات الدولارات سنويا قبل أن تبدأ هذه الأزمة حول تايوان. الزميل بيير غانم مراسل عربية من واشنطن، شكرا لك. وفي تطورات الأزمة المتعلقة بالغاز الذي تواجهه بشكل واضح أوروبا، قال المستشار الألماني أوليف شولتز إن توربين خط الأنابيب نورد ستريم 1 موجود في ألمانيا وهو جاهز للتشغيل، وذلك بعد أن تمت صيانته بكندا التي عرقلت من قبل تسليمه لروسيا بسبب العقوبات. ورجح شولتز عدم التزام روسيا بعقود توريد الغاز، مشددا على ضرورة الاستعداد لتذبذب إمدادات الغاز بسبب عدم وضوح الموقف الروسي. وأوضح شولتز أن المواطنين في ألمانيا يستعدون لخفض استهلاك الطاقة. ما يهمني هو أن أوضح أن هذا التوربين يمكن استخدامه في أي وقت، لا يوجد شيء يقف في طريق نقله إلى روسيا، باستثناء أنه يتعين على المشترين في روسيا الإشارة إلى أنهم يريدون أيضا التوربين. يجب عليهم تقديم المعلومات اللازمة للنقل المخصص إلى روسيا، فلقد تم الحصول على جميع الموافقات الأخرى. الكرملين وفي تصريحات حول جاهزية خط إمداد الغاز، أعلن أن رئيس بوتين أبلغ المستشار الألماني الأسبق شرودر أن خط نورد ستريم 2 جاهز للعمل، كما أبلغه بخفض إمدادات الغاز من 167 مليون متر مكعب يوميا إلى 30 مليون فقط. وأضاف الكرملين أن خفض إمدادات الغاز سببه وقف أوكرانيا أحد خطوط النقل إلى أوروبا، رغم استمرار روسيا في تسديد رسوم نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية. Весь этот проект под британское право и под британскую юрисдикцию. Мы должны быть уверены, что она не санкционна. И мы должны быть уверены, что руководствуясь какими-то там циркулярами санкционными и так далее, вот эта самая британская компания, дочка Siemens, не отключит дистанционно эту турбину. أزمة الغاز الروسي كانت اتخذت منحنى جديد بعد أن اتهمت شركة غاز بروم الروسية شركة سيمنز إنرجي بتأخير إعادة توريد خط أنابيب نورد ستريم 1، كما كان من المقرر أن تقوم بإصلاحه الشركة الألمانية وإعادته إلى عملاق الغاز الروسي.
أشارت شركة غازبروم إلى أنها ما زالت تنتظر توريد توربينات أخرى تحتاج لإصلاح، لكن سيمنز لا تقوم بالعمل المطلوب لحل هذه المشكلة. من جانبها قالت شركة سيمنز إن غازبروم هي المسؤولة عن تقديم وثائق الجمارك المطلوبة لإعادة التوربين بعد أن أجريت له صيانة في كندا. ينضم إلينا من بون الباحث في الأمن الدولي جاسم محمد. مرحبا بك سيد جاسم. تبدو العلاقة الأوروبية الروسية متوترة وبشدة في ملف الغاز، ولكن هذه الادعاءات الجديدة الخاصة بنورد ستريم 1 وتحميل كل طرف للطرف الآخر المسؤولية، إلى ماذا تقود؟ الحقائق تقول بأن ألمانيا قامت ما يتوجب أن تقوم به بإصلاح التوربين، وكذلك كندا أرسلت التوربين إلى ألمانيا، وألمانيا خاطبت روسيا والشركة غازبروم لكي تقوم بالترتيبات الخاصة بإعادة استيراد أو توريد التوربين. فإذا التأخير هو من الجانب الروسي. يذكر بأن يفترض أنه استعادة الطاقة الاعتيادية إلى يعني نورد ستريم 1 كان المفروض يوم 21 يوليو أن تكون بالطاقة الاعتيادية 170، لأسباب فنية تم تخفيضها ربما إلى 40% والآن إلى 20%. فأجد أنه من الناحية القانونية، من الناحية الفنية، ألمانيا قامت بواجباتها، وأجد أن روسيا تتخذ موقف سياسي أكثر مما هو سبب فني أو عطل فني. ولكن هذا من الناحية العملية سيد جاسم، ألا يعني أن الخناق يشتد وبقوة حول رقبة ألمانيا، خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي؟ الوضع الاقتصادي سيء جدا في ألمانيا، هنالك ارتفاع في أسعار الغاز، ارتفعت 450% عن العام الماضي. هنالك سياسات أيضا فرضتها الحكومة على تقنين الغاز إلى المستهلكين على البيوت والمواطنين، وكذلك هنالك أيضا إجراءات احترازية وربما استباقية قامت بها الشركات الكبرى مثل شركة مرسيدس بنز وغيرها من الشركات، اتخذت أيضا إجراءات احترازية بتحسبا لإيقاف أو لوقف إيرادات الغاز من روسيا. فإذا ألمانيا الآن لا يوجد لديها بديل بصراحة غير الذهاب إلى الطاقة البديلة ربما النظيفة. ولكن يعني وفقا لتقديرات اقتصادية هذا لن يعوض الأزمة والفجوة الكبيرة، هل هذا ربما يدفع في المستقبل القريب إلى رفع الدول الأوروبية الراية البيضاء لروسيا فيما يتعلق بملف الغاز؟ الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا هي تبحث عن أي وسيلة لإيقاف هذه الحرب، وممكن إيقاف هذه الحرب، حرب أوكرانيا، ممكن أن تكون هنالك أجواء ما بين روسيا ودول أوروبا وألمانيا تحديدا أفضل من الوقت الحاضر. لكن أجد في ظل العقوبات الأوروبية وكذلك الضغوطات الأوروبية يبدو أنه يعني ألمانيا ودول أوروبا لا يوجد لديها خيار بالعودة إلى الغاز الروسي. ومن الناحية يعني العلاقات مع ضفتي الأطلسي تفرض على ألمانيا وعلى دول أوروبا أن تجد بديل للطاقة. ممكن أن يكون هنالك خفض إلى الطاقة من روسيا والغاز الروسي، لكن لا يمكن إيقافه بشكل كامل. السيد جاسم محمد الباحث في الأمن الدولي من بون، تحياتي. ونبقى معكم في ملفات الخامسة من العربية. ولدينا مصادر أوروبية تؤكد استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي غدا، وطهران تعلن توجه وفدها إلى فيينا.
أهلا بكم لمتابعة ملفات الخامسة عبر السفينة رازويني التي خرجت من ميناء أوديسا صباح الاثنين محملة بالذرة مضيق البوسفور في إسطنبول بعد أن أنهى وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الأربعاء عملية تفتيش السفينة لتواصل مسيرتها نحو لبنان. من هذه النقطة انطلق مركبان يقلان فريقا تابعا لمركز تنسيق إخراج الحبوب الأوكرانية لتفتيش سفينة رازوني، وهي أول سفينة محملة بالحبوب خرجت من ميناء أوديسا تنفيذا لاتفاق اسطنبول. بعد نهاية عمليات التفتيش واصلت رازوني رحلتها عبر مضيق البوسفور في اسطنبول إلى وجهتها النهائية وهي ميناء طرابلس في لبنان. السفينة محملة ب 27 ألف طن من الذرة، ومن المنتظر أن تتبعها سفن أخرى تخرج تباعا من ثلاثة موانئ أوكرانية، إذ يبدو أن عملية نقل الحبوب تجري دون عوائق حتى الآن باستثناء الظروف الجوية التي أخرت وصول رازوني إلى اسطنبول لعدة ساعات. مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية في اسطنبول، والذي يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، يتابع عملية نقل الحبوب من لحظة خروجها من الموانئ الأوكرانية حتى وصولها إلى وجهتها النهائية. زيدان زنجلو، العربية، اسطنبول. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن تحرير أول سفينة حبوب خطوة غير كافية ويجب العمل أكثر بهذا الاتجاه مع الشركاء، مشيرا إلى أن خروج الشحنة لا يكفي وأن اقتصاد بلاده في غيبوبة. بفضل الأمم المتحدة وبالشراكة مع تركيا استطعنا تحرير أول سفينة مع تسليم الحبوب، لكن هذا لا يكفي. نأمل أن يستمر هذا الاتجاه، وإجمالا عواقب هذه الحرب مروعة ليس فقط لأوكرانيا ولكن للعالم كله. وفي التطورات الميدانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخ طويلة المدى عالية الدقة دمرت مستودعا لتخزين الأسلحة والذخيرة الأجنبية الصنع التي قدمتها بولندا في منطقة ليفيف الأوكرانية. دمرت صواريخ طويلة المدى عالية الدقة وذات قاعدة جوية مستودعا لتخزين الأسلحة والذخيرة الأجنبية الصنع التي قدمتها بولندا للجيش الأوكراني ضمن المساعدات العسكرية الأخيرة في منطقة لافيف الأوكرانية. الجيش الأوكراني قال من جهته إنه تلقى نحو 20 مليون دولار من دول وأفراد مانحين دوليين لشراء طائرات استطلاع بدون طيار. وأضاف الجيش الأوكراني أن التبرعات جاءت من 74 دولة وأفراد بينهم أطفال لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية. كما وقع الجيش الأوكراني عقودا لشراء طائرات هليكوبتر ومنظومات أرضية دفاعية. الأسلحة عالية الدقة جيدة، والهدف من الحصول على هذه الأسلحة المتطورة هو أن تستخدم كأدوات استخباراتية، لأننا حقا نحتاج لطائرات بدون طيار لمواجهة القوات الروسية واستخدام صواريخ هيمارس. وينضم إلينا من دونيسك مراسل العربية رائد الأغبر. مرحبا بك رائد، ماذا عن سير العمليات العسكرية اليومي خاصة في شرق أوكرانيا؟ ما هي العناوين الرئيسية اليوم؟ نهارك طيب رشا. بالفعل المعارك تتطور على جميع المحاور الجنوبية والشرقية. عندنا هنا في الشرق الأوكراني بالفعل هناك هدوء نسبي اليوم في قلب المدينة العاصمة، لكن القوات الروسية ما زالت تقصف المدن المتاخمة لهذه المدينة دانيتسك، مثل بيسكي وأفديفكا وكراسناغورسك وعدة مدن، وهناك عملية اقتحام لهذه المدن. بالفعل الجيش الروسي والانفصالي على حد سواء يتقدمون في هذه الناحية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأوكراني بأهمية الانسحاب من دانيتسك بشكل كامل. كما أن القوات الأوكرانية فعلا انسحبت من منطقة سيفرسك وسيليدار. ربما أن هناك بعض المعارك على أطراف هذه المدن، لكن هناك معارك عنيفة بالفعل على أطراف مدينة باخموت. ما زالت القوات الروسية تحاول تطويق كل مراكز القوى العسكرية الأوكرانية في شمال دانيتسك بشكل عام، وهناك تقدم بالفعل على الأرض باعتراف الجانبين الأوكراني وكذلك تصريحات روسية.
لكن ربما ننتقل إلى ملف خرسون، حيث أن في خرسون أيضا هناك تطورات عسكرية رشا، إذا سمح لنا الوقت. تفضل. في خرسون بعد ضرب جسر أنطونسكي بالفعل هناك كان تغير في المشهد، حيث أن الأسلحة المتطورة صواريخ هايمرز الأمريكية التي وصلت إلى أيدي القوات الأوكرانية بالفعل كان لها أثرها في تغيير المشهد العسكري ومسار المعارك. لكن الجانب الروسي من ناحيته في خرسون اليوم أعلن عمدة مدينة خرسون عن إصلاح عدة خطوط أو عدة مسارات على جسر أنطونسكي، وأنه سيكون جاهز للعمل ونقل المركبات الخاصة وكذلك العسكرية في القريب العاجل. لكن أضيف هنا بأنه في تلك الفترة التي تحدث بها الجيش الأوكراني عن عزل القوات الروسية عن الإمدادات من منطقة شبه جزيرة القرم، كانت تعمل عبارات على نقل الأسلحة والأرتال العسكرية من المنطقة الجنوبية إلى مدينة خرسون. أيضا أضيف بأن الجانب الأوكراني أعلن عن تحرير عدة مدن أو بلدات، حوالي 50 منطقة. الجانب الروسي يقول أنها مسألة جدلية، وإذا كان الجانب الأوكراني صادق في هذه التصريحات فليعلن عن أسماء هذه المدن، لأنه هذا الحديث يعني غير صحيح حسب رؤية الجانب الروسي. القوات الروسية أيضا تحضر وبتصريحات رسمية لاقتحام مدينة نيكولايف، هناك وحدات عسكرية من القوات المظلية وصلت إلى مدينة خرسون وتستعد للتقدم في ناحية نيكولايف من أجل تحرير أو يعني السيطرة على عدة مدن أو بلدات في ضواحي نيكولايف. أشكرك على كل هذه الإحاطة بالتطورات العسكرية والميدانية زميلي رائد الأخبار من دونيتسك، شكرا لك. وإلى تطورات الملف العراقي، أفادت مصادر عراقية بأن الإطار التنسيقي الموالي لإيران في العراق كلف زعيم كتلة الفتح هادي العمري التفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وفي بيان صادر عن العامري، أشار زعيم كتلة الفتح إلى ضرورة التهدئة لحل الأزمة العراقية الحالية، معربا عن تأييده لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى حوار عراقي شامل. وختم البيان بالتشديد على أهمية التوصل إلى مخرج يرضي كل الأطراف العراقية. بحث أيضا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التطورات السياسية الأخيرة وضرورة التزام التهدئة والركون إلى حوار يؤسس لخريطة طريق واضحة. وتم التأكيد على أهمية تكاتف الجميع ورص الصف الوطني وتأمين الجبهة الداخلية. بعثة الأمم المتحدة في العراق رحبت من جهتها بدعوات الحوار، داعية القادة السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والتوصل إلى حلول عاجلة للأزمة الحالية. وقالت البعثة في بيان إن الحوار بين الأطراف العراقية أصبح الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وأن الأحداث الأخيرة أظهرت خطر التصعيد وسط أجواء سياسية متوترة. والآن إلى نيويورك، وكلمة المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل في مؤتمر للدول 191 الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. بغرض إنجاح أعمال المؤتمر والتوصل إلى نتائج تجدد الأمل في تضمين شواغل جميع الدول الأطراف وتعزيز تحقيق أهداف هذه المعاهدة، كما يؤيد وفد بلادي ما جاء في بياني مجموعة دول عدم الانحياز والمجموعة العربية. السيد الرئيس، انطلاقا من إيمان المملكة العربية السعودية العميق بأن التعاون السلمي بين الدول هو من التدابير الأساسية لتحقيق الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم
فإن بلادي تولي اهتماما بالغا لنظام عدم الانتشار النووي، حيث تعد هذه المعاهدة حجر زاويته بما يؤدي إلى عالمية المعاهدة والتنفيذ الكامل لأحكامها التي تهدف إلى عالم خال من الأسلحة النووية. السيد الرئيس، تقدر بلادي الدور الهام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام على الجهود والمبادرات المتميزة في تطوير قدرات الوكالة بما يعزز دورها في التحقيق والمراقبة من سلمية البرامج النووية للدول الأطراف في المعاهدة، مع تأكيد بلادي على الحق الأصيل للدول الأطراف في المعاهدة على الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وفقاً لأحكامها، كما تلتزم بلادي بسياستها الوطنية التي تؤكد على أعلى معايير الشفافية والموثوقية على تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية وأهمية التزام الدول النووية بأحد مرتكزات المعاهدة بإتاحة التقنية النووية للدول الأطراف في المعاهدة ودون اشتراطات إضافية خارج أطار المعاهدة وأحكامها أو قيود تحرمها من الحق في التقنية النووية السلمية. كما تؤكد بلادي على أهمية التزام الدول بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتطلب من المجتمع الدولي تحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل للأسلحة النووية في العالم، وتؤكد على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعة الانضمام إليها ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. السيد الرئيس، إن بلادي تعرب عن بالغ قلقها حيال ما بيّنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها عن أعمال التحقق في إطار اتفاق الضمانات الشاملة في إيران وعدم امتثالها الكامل لالتزاماتها في الاتفاق وعدم شفافيتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يشكل تهديداً لمنظومة عدم الانتشار وعقبة في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين. ومن هذا المنطلق، فإن المملكة العربية السعودية تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي وتهديد المنطقة والعالم. السيد الرئيس، إن مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، وإن قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من القرارات الأخرى التي أدت لاعتماد مقرر التمديد اللانهائي للمعاهدة. وفي هذا السياق فإن قرار الشرق الأوسط لعام فإن قرار الشرق الأوسط لعام 1995 يعد ساريا لحين تنفيذه وتحقيق كامل أهدافه. وتجدد بلادي أسفها لعدم عقد مؤتمر عام 1912 الذي دعت إليه خطة العمل الخاصة بالشرق الأوسط في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010، مما يعد إخلالا بعملية المراجعة وبالالتزامات المتفق عليها. وهذا القرار يعد أحد الحلول التي ينظر من المجتمع الدولي تفعيلها في ظل عدم قدرة أطر دولية أخرى وبوجه خاص خطة العمل المشتركة الشاملة إيقاف ممارسات إيران المهددة لمنع انتشار في المنطقة، فضلاً عن الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية مع استمرار رفض إسرائيل انضمام إليها. وهذا يعد عقبة لا يمكن التغاضي عنها، لأن الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام الطاقة الذرية لأغراض التسلح، وهي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام لها وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتجاهل قرارات مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار. وعليه تؤكد بلادي على ضرورة التصدي لانتشار التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط وضرورة التعامل معه، إذ لا يقتصر التهديد على المنطقة فحسب بل على العالم أجمع.
السيد الرئيس، لا يفوتني أن أشكر دولة الكويت الشقيقة على رئاسة أعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، والمنعقد بناء على مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546 على 73 القاضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة على أن يكون قرار مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 95 بشأن الشرق الأوسط هو المرجع. وفي الختام السيد الرئيس، تتطلع بلادي إلى إنجاح مؤتمرنا هذا وتلبية شواغل دول منطقة الشرق الأوسط خاصة. كان هذا جزء من كلمة المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، والذي أكد على دعم السعودية لتوسيع نطاق اتفاقية انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا على ضرورة وجود شرق أوسط خالي من الأسلحة النووية، مع التأكيد على أن إيران تجاوز هذه الحدود. أعلنت العربية من مصادر أوروبية رفيعة أن المفاوضات الأوروبية تنطلق الخميس في فيينا بهدف مناقشة النص المقدم من مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ولم تكن هناك أي أفكار مطروحة خارج هذا النص. وأكد المصدر أن المحادثات في فيينا سيشارك فيها فقط الطرفان الإيراني والأمريكي بشكل غير مباشر، وأن الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى روسيا والصين لن تشارك في المحادثات. هذا وأكدت الخارجية الإيرانية أن فريقها التفاوضي برئاسة علي بقيري سيتوجه خلال ساعات إلى فيينا. مسؤولون بالإدارة الأمريكية أكدوا أن الممثل الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي توجه أيضا إلى فيينا للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة حول إحياء خطة العمل المشتركة. وأعرب المسؤولون الأمريكيون في حديثهم لموقع أكسيوس عن القلق من أن الاتفاق النووي على وشك أن يصبح غير ذي صلة، خصوصا بعد اتخاذ إيران خطوات تقييد عمل مفتش الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن العودة إلى فيينا مصحوبة بتوقعات منخفضة. هذا وأكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن مساحة التنازلات المهمة الإضافية قد استنفذت، وأن مقترحه يمثل أفضل صفقة ممكنة. وينضم إلينا عبر سكايب من لندن الباحث في الشأن الإيراني حسن راضي. أهلا بك سيد حسن. هل بالفعل يمكن أن يكون هناك ما زال أمل لتوقيع اتفاق ما بين أمريكا وإيران في هذا الصدد، خاصة وأن المباحثات هذه المرة ستكون ثنائية فقط ما بين الجانب الأمريكي والإيراني؟ تحية طيبة. أعتقد حتى وإن تم الاتفاق لا جدوى منه، لأنه إيران تجاوزت الاتفاق عام 2015 واليوم أصبح غير مفعول به تماما من قبل الجانب الإيراني. الآن يعني على لسان الكثير من المسؤولين بما فيهم يعني رافائيل غروسي بأنه يعني البرنامج النووي الإيراني اليوم غير البرنامج في عام 2015، بمعنى حتى العودة إلى اتفاق عام 2015 لن يجزي نفعا، وإيران تجاوزته وإيران اقتربت إلى القنبلة النووية، إيران الآن تخصب بنسبة 60 وربما البعض يقول إلى 90%، يعني أجهزة طرد مركزي متطورة، يعني حتى خلال يومين 1000 جهاز طرد مركزي متطور تم ضخ الغاز فيها، بمعنى يعني إيران توقف هذا العمل يعني في ضمن هذا الاقتراح توقف هذا العمل مقابل رفع العقوبات، وأيضا تنازل إيران عن مطلب رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. لكن السؤال المطروح هو هل هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إيران توقف والولايات المتحدة الأمريكية ترفع العقوبات، هل يعني يمنع طهران من الاستمرار بتخصيب اليورانيوم وبرنامجها النووي بشكل سري، وهل يمنع طهران من يعني التماطل والاستمرار بهذا العمل؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنه الإشكالية هو في الموقف الأمريكي وفي الموقف الأوروبي، الذي أصبح الموقف الأوروبي وسيط بدل أن يكون طرف ومسؤول عن انتشار النووي، وبدل أن يكون يعني الدول الأوروبية هي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لا
ليس فقط المفاوضات دون سقف زمني، بل لابد أن يتم خطوات عملية في هذه المفاوضات والاتفاق. أنا أعتقد أنه إيران ستنتهك بشكل كبير وستستمر، بل هذا يعني إعطاء فرصة جديدة لطهران يرفع عنها العقوبات. ولكن هذه الخطوة سبقها فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران، وكانت هناك ردة فعل رافضة من إيران لهذا الأمر. لا أحد يفهم ما هي قواعد اللعبة في هذا الملف ما بين واشنطن وطهران. أعتقد قواعد اللعبة أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تأبى من النووي الإيراني، تريد أنه كلما في يعني مسعى الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا تذهب يعني إلى بشكل نهائي في الحضن الروسي والصيني، تريد يعني تعطيل الاتفاقيات ما بين إيران وروسيا وإيران والصين، وتريد أنه إيران توقف هذا يعني تخصيب. لكن إيران الولايات المتحدة الأمريكية حقا إذا أرادت منع إيران من الحصول على القنبلة النووية أو إذا أرادت لا تتجه بهذا الأمر، بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أنه الطرق الدبلوماسية غير كافية ولا بد. أشكرك على كل هذه المعلومات وتحليل الباحث في الشأن الإيراني حسن راضي، شكرا لك. ونبقى معكم في سياق هذه النشرة. ولدينا انتشال 29 مهاجرا من زورق قبالة سواحل اليونان. أهلا بكم من جديد. عبرت الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماع الوزاري 31 لمنظمتي أوبك وأوبك بلس عن قلقها من عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج، وأن ذلك سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق. وقررت الدول المشاركة تعديل مستوى الإنتاج بزيادة مقدارها 100,000 برميل يوميا بداية من شهر سبتمبر المقبل، وتكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المجددة وآلية التعويض. والآن إلى زميلي زياد والموجز الرياضي. إليك زياد. شكرا رشا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم أنه لن يضم لاعبين من القارة الإفريقية وكذلك من قارة أمريكا الجنوبية في المستقبل إلا بحال قبولهم بالغياب عن منتخبات بلادهم في منتصف الموسم الأوروبي، وذلك بحسب ما كشف عنه رئيس النادي الإيطالي. وأضاف أن النادي يدفع الرواتب وبعد ذلك يذهب اللاعبون للمشاركة مع الآخرين، وتعتبر الأندية ملزمة بالسماح للاعبين باللعب مع منتخبات بلادهم خلال الفترات الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم. عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع نظيره الاتحاد الأوروبي ورشة عمل في إنجلترا شارك فيها بعض المدراء الفنيين من جميع الدول الأوروبية. وركز الاجتماع الذي استمر لثلاثة أيام على زيادة الشراكة وتوسيع دور المدير الفني عبر الاتحادات المعنية. وقاد الورشة جيمي هوشن رئيس القيادة الفنية في الاتحاد الدولي وفرانك لودولف الخبير الفني في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعقد فيها الاتحادان ورشة عمل منذ العام 2009. هذه هي المرة الأولى التي نعقد فيها ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمديرين الفنيين منذ عام 2009، لذلك من الرائع إعادة المنظمتين معا لدعم القوى العاملة للمدير الفني. لنبدأ حقا في تكوين تلك العلاقة مع المديرين الفنيين في أوروبا. يتمثل الدعم الحالي الذي يقدمه فيفا للقادة الفنيين من خلال إدارة القيادة الفنية في التركيز على احتياجات المديرين الفنيين، بينما نتطلع إلى تطويرهم كقادة للعبة. دور المدير الفني مهم للغاية، هو أو هي شخص حاسم في تطوير اللعبة. يتعين على المدير الفني تصميم برامج التنمية وتنفيذها ومراقبتها على المستويات الوطنية المعنية. أنا شخص منفتح وأشارك تجربتي بكل سرور، أشارك معرفتي، وإذا كان شخص ما مهتماً بأي نوع من المعلومات فأنا أحب أن أقدمها. أعتقد أن المدير الفني الحديث هو روبوت متعدد الوظائف، يجب أن تفهمه من جميع الجوانب، وهو أمر صعب للغاية، لذا عليك أن تكون خبيراً.
في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب للشباب لكرة القدم والمقامة حاليا في السعودية، يلتقي في هذه اللحظات المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني. وفي الدور نصف النهائي الثاني سيكون المنتخب المصري على موعد مع نظيره الجزائري الليلة، ونجح الفريق المصري بتجاوز المغرب في الدور ربع النهائي، وتمكن المنتخب الجزائري من الفوز على نظيره التونسي بهدف مقابل لا شيء، ولم يسبق لكلا المنتخبين التتويج بلقب هذه المسابقة من قبل. أعلنت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي الاتحاد لمدة 4 أشهر من تاريخ صدور القرار، مع فرض غرامة مالية ب300,000 ريال. كما تم إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي بنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية وصلت إلى 300,000 ريال. ومنعت لجنة الاحتراف نادي الاتحاد من تسجيل اللاعبين لفترة تسجيل واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية مع غرامة مالية ب500,000 ريال، وذلك في قضية التسجيلات المعروفة. لحساب الجولة 28 من الدوري المصري لكرة القدم، يلتقي الليلة النادي الأهلي مع فريق فاركو، ويحتل الأهلي المرتبة 3 في الترتيب العام للمسابقة ب55 نقطة مقابل 35 نقطة لمصلحة فاركو في المركز الثامن. وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب في الجولة الماضية من دون أهداف. مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لمصلحة الأهلي ب4 أهداف مقابل هدف واحد. وسجل فيوتشر انتصارا صعبا على مضيفه المقاولون العرب بهدف دون مقابل ضمن المرحلة نفسها من الدور المصري. وسجل هدف فيوتشر الوحيد اللاعب أحمد عاطف عند الدقيقة 11 ليرتفع رصيد فيوتشر إلى 45 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 25 نقطة في المركز السابع للدوري المصري لكرة القدم. انتقل اللاعب السوري عمر خريبين إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي لكرة القدم قادما من مواطنه الوحدة على سبيل الإعارة. ورحب خامس الدوري الإماراتي في الموسم الماضي عبر حسابه في تويتر بالدولي السوري، والذي يمتد عقده مع الوحدة حتى العام 2025 من دون ذكر القيمة المالية للصفقة. وسيكون شباب الأهلي النادي الإماراتي الثالث الذي يلعب له خريبين بعدما سبق له اللعب مع الظفرة أيضا قبل 5 مواسم. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك رشا. شكرا لك زياد. أعلن خفر السواحل اليوناني انتشال نحو 29 شخصا من قارب شراعي قبالة الساحل الجنوبي الغربي من البر الرئيسي اليوناني ونقلهم إلى مدينة كلاماتا جنوب البلاد. كما ذكر مركز البحث والإنقاذ التابع له تلقيه إخطارا بشأن مشكلة تعرض لها قارب يقل 29 شخصا. وقال خفر السواحل إن الركاب جميعهم من أفغانستان وإيران وبنغلاديش، وتم نقلهم عبر سفينة أبحاث ترفع علم النرويج إلى كلاماتا. إلى اللقاء.